93 يا بنتي. أنا صرت تعرف بيجتمعوا عندي بيلعبوا بالورق وبيتعشوا تعبيني كل نهار، ما كان عندي وحدي أنا تساعدني. بس خلصت لهم العشاء وضبضبت كل شيء، فت بدي أتحمم ما قدرتش أتحمم، حسيت حيلي مش طبيعية إنه شيء متقل لي جسمي ومش مرتاحة. قصيت من قريب وقعدت، ثاني عم يلعبوا بالورق. أنا حطيت أنا بعشق قراية بنتي بس تعلمت يعني شوي قراية، حاطة كتاب هذا الموارد العبيدين بيقولوا له تعلمت فيه، وكتاب قد شريط عم بقرا فيه. صلاة المساء أنا بدي أصلي قبل ما أروح نام، بيقوم جوزي بيقول لك يا مرة شيلي هالكتاب من إيدي وتفرجي، كان وقت استوديو الفن وهيك وين عم يلعبوا بالورق. قلت له أنا بالورق بلعب شو؟ عم بتسلى بالكتاب يعني عم بصلي مش عم بتسلى. ما كفش كلمته إلا حسيت أخبار شقيت نار على التلفزيون عم تطلع من عيني، وشي كمشي بنتي هون بصدري ونملت الدنيا كلها. هما جيت دايرة السيني متحلي، جيت وجيت قعدت على الكنبيلي هون. كنت يعني كان عندي بنت موالدي عندي نايمة عندي شفيقة، ارتحت نتفي من هالتنميل ومن هالشك القوية. فت لعندهم فوت وليدي لوني مصفرة ونيعي عطرت معي. امي ايش بيكي؟ قلت له كان بيني بس هلا صرت منيحة، ما انا بحب شو عم يستشفى. لا هو عم يتقل سيني مش عم بقدر احكي منيح. دغري ليني حرام فازت قيت لبايا واخوتها جوا، اموني على مستشفى الشيمي الله يرحم نفسه. على الطريق اجتني القوية القوية اللي بدي اقول لك ريزة قوية كمان، حسيت شقيت نار وتقل راسي كثير ما عادش اقدر. وصلنا على المستشفى اجى الشيمي حرام بلش يا حرام جيبوا لي هيك جيبوا لي هيك قال يعجبني. قلت له يا حكيم اذا ركبت لي مص خليني اروح على البيت. ما قدرش طلعت. قال لي رح نبيت لك على البيت بس الليلة ضايفة عنا، بس يتوردني حبيبي الله يرحمنا انت الليلة ضايفة عنا. قدر لقيت 10 ايام بالمستشفى، 6 ايام بالمراقبة وكرمال، واجاني بطيء الفيري وصار يبكي كل يوم يقوى عن يوم انه شغلتي كلها عجوبة بعجوبة. اخر نهار بيقول له الحكيم بيجي كان وقتها محاسي وهذا الارمني أنطوانا شناكيان ايه هذا للراس انه خذوه على البيت فيرج ما تعالج وهالفيرج اجى بطيء وعم يقوى والمرة موجودة ما بيصوت خلوه بالمستشفى تنعمل له عملية مش انه قبضت بوش وهيك هيك خذوه على البيت تموت عمالها بالبيت. جابوني انا على البيت نهار تاني حطوني بهالاوضة جو ممنوع الحكي ممنوع. انا متعبدة القلب يصوت ولو العظمة عندي الشخص العذرة حد مني عالكم مدينة. قلت له يا عذرة دخيلك انت تشفي فيي انه انا جبت عائلي بخوف الله وانت ساعدتيني على عند ربيني بعد عندي ثلاث شباب لجيزي رح سلمك اياهم تشفوني شفوني او تشفوني شفونا ارادة الله التم. ما لحقت نمت يا بنتي وقلت فعل النديم بقلبي وسلمت راحي للعذرة انه قلبي يسوق. ما لحقت لمت الا شعت الاولى بالنور طلعت لقيت رهبان اثنين فاتين ورا بعض. كنت قديش لي 14 يوم بلا نوم مرشار اللي عرفته بس مرمرون ما عرفته. درجي لي عندي على التخت انا لبسي قميص الى قلبي بتوي لي قميص هيك جوا بثلاث صبيع صبيعه ويدس لي العرق الكبير هون يرجع تاني معي بدس الكبير هون تاني عرق طلعت فيه قال لي انا الاب شهر بجي اعمل لك عمليه. قلت له يا ابونا مش قايلين بدي اعمل لي ليش بدك تعمل لي عمليه؟ قال لي بدك عمليه وانا جاي اعمل لك اياها. ما بقدر اتقبل يا الله. طلعت مش خص العذرة. قلت له دخيلك يا عذرة شفي فيي. كيف بدي اعمل لي عمليه بلا بنش؟ بس شفت ان العذرة صارت بيني كوكب نور. حكيت مع مرمرون رجعت برمت حكيت مع مرشربي. بس حكيت مع مرشربي لأن حسيت ايدي المادد وكين وجعت. بس
بس خلص العملية دي الشربي واقف بعد واقف حد التخت وعامل ايديه هيك بس ما قدرش اشوف له وجهه من النور لما الشربي مرمرون بيدوروا انا كنت اسه بوسط الشريمون بالتمي بال ما قدرش ابلع ماما ما كانش فيني ابلع هداب حقا كله برقبتي هون دورة الدم ما توصل لمخي ضل جاي ورا بنت انا تيجي بتقطب الباب بحط لي التكيات ورا ظهري مرمرون وبيقرب على كبيت المي بشيل الشريمون منها وبعمل لي رقبة كيف ولد صغير بتصيب التخت انا هيك مرمرون سلم عزو بايد هديلي راسي وايد عم يسقيني كبيت المي قلت له يا ابونا فيش اشرب المي بلا الشريمون بس شفته شيل الشريمون من الكبيت اللي بتشرب كبيت المي وتقومي تمشي مرمر هيدي بهاي كأنها بالياظة مش في الحلم شربت كبيت المي بكل سهولة لا رجعت لا بالبلع ولا بالشيء أبدا حط الكباية مطرحها وما شفت حدا بالأوضة راحوا من الأوضة أنا مثل ما قعدني بالتخت بعدني قاعدة حسيت شي زارب على رقبتي شي على رقبتي المي اللي عم طقس هاي ما كان فيني قيمة قمت ايدي هيك عم بمسح رقبتي والشمعة ضاوية في قدام العذراء ربط ايدي لقيت في دم عصبية قلت هاي مشغولي انه بركي انا مغلطة بيدي حطيت ايدي هيك بين بعضهم البعض فالتقل اللي كان بجسمي راح ما كانش بعيد عنكم اللي عم تقل راح اجري هاي اللي كان وقتها عندي طفاوخ رايدي كان يعملوا لي ابر فيها تكلس فيا من غيره اللي هي الصابونة الجو هذا الجو شو اسمه سنسنيس كان بيعمل عملية له وهذا مفلوجة يعني من جهة ثانية ما في شيء شلت الحف هيك ايه حكاية بنتي قبل ما قمت يا شفيقة يا شفيقة ردت علي يا ماما ايش بك يا امي بجيب امك على بي امك على الحمام ايش بك بعده راسك عم يوجعك قلت لها انا لا ما بدي شيء البنت حست اني عم بحكي بس كيف عم بحكي بس قالت لي امي شي متقل لي راسي ما قدرش تبرم صوبي تشوف اني انا عم بحكي بيرمي صوب بنتها قلت لها قالت لي الساعة تنتهي قلت لها بدي الساعة معك انه شوف ربنا انه شو بدي بالساعة قالت لي الساعة تنتهي بنتي بعد ما نامت هي انا لما لقيت حيلي عم بتحرك قمت الحاف هيك عني معود هني نزلوا لي إجرائي نزلت بكل سهولة جيت ريك على دغري قدام العذراء قدام الكومدينة كان لي 5 سنين ما قدرش أركع صليت مرة أمينة ومرة السلام وأبسط أمشي شوي ولا يا عذراء إذا حلم تحققي لي هالحلم توصلت على الحمام لقيت حلمي مش طبيعي وجهي مبجبج والدمع قميصي كيف الخيطان معطب بخيطان عملية اللي بيعملها الحكيم جيت انا صرت روح واجي هون كنت بطاولة بها وطاولة السفرة ابرم احمل الطاولة وصلي ومبسوطة عم بركع انا بحب اركع وصلي وبحبش انه كل وقت بصلي ساعة ثلاثة وعيت وعيت طبيعي هون كنت بكعت قلت صدقت وامنت باسمك يا رب اعطيتني شي ما بستاهل قمت دليت رايحة على المغسل عندي قبل قلت السهرة ضويت الضوء جوزي قاعد على الصوفة بس شافني خويت يا مرا كيف جاي ليش عم تجي ماني رايح لجيبه يا حرام يتعذب تجيبه قلت السهرة لا فيش حدا بهديني انا مثل المسوعة بتعرفي انه هلا المخبر انا اللي عشت مشيت لعنده من الباب للغبي عن الوعي قربت انا صرت صفع وجهه يا سمعين وعي قلت له عم يشوف لي انا ماشي طبيعي ولا بالحلم اللي مره ماشي طبيعي بس كيف مشيتي بسرعه قلت له لك اجى مرشار بالعمل لي عمليه ما يطلعش برقبتي يطلع باجري فعم يمشي ستيأكد مني مضبوط قال لي فيكي تنطلع ساعة تاني طابق قادم تنطلع عن ساعة قلت له ايه أنا وصلت الباب وهي الشباب حصلت بايو
طالع على الدرج طبيعي، انا بقابل الفيرج ما كانش فيني اطلع على الدرج من التكلس بركيبي. قولوا يا ربي شو صاير معنا بهالليل، يعني مصطفى والشباب جورج ولياس وجان وعبد المزابي وعصام. طلعت على الدرج وصلت عند بنتي كانت دور على طول مرفقتني بالمستشفى. دقيت على بس شافتني على الباب ببيت بين ايدي، قلت يمكن امي ماتت بدها اقول بيت علي. طلعت انا فتحت الباب طلعت انا غبيت حرام بين ايدي. قلت حالي ما صرت معش طلعت عند امريكا. صارت بنتي تدق لهم في الانترفون بين بعضنا. سعيد يلا يا اختي ليش عم تكرينا بهالليل؟ لا شفيقه كانت مولي يعني. امي بدها تمشي شفيقه عم لسان معوى يا اختي ليش عم تكرينا بهالليل؟ الوحيتك يا خيي امي مشي تعالوا شوفوا. ونزلوا طار في بنايين وشر هن ولادهم. قعدنا بالدار صرت اركع صلينا طلبة العذراء ما كناش نعرف نصلي لما الشر صلينا طلبة العذراء والمسبحة. وقام بده شاي اعمل له بده زهورات بعرف ولادي شو بعد ميلا بده قهوة وبكي وكيف بدي لك ضايعين كلنا. خليت له طلع الضوء منيح قلت له ماما انا لانه الاربعة بصرت بنام يا جورج انا بالمحبسة عم قدس وكل رهبان بقلب المحبسة. قدس ورا مرسل بيلبني الاربانة وبيصلوا لي بيقول لي الله يبارك عليك يا بنتي باصبعك الله يبارك عليك يا بنتي. قلت انا مع بكره قلت لهم بدي تروح اوفي انه شف بناومي هيك هيك بدي اروح زور مرسال بجي بخبركم شو صار معي. طلعنا على المحبس كان خوري مخيل الله يوجه له الخير بقلب المحبس عم يغسل ثياب وقال له لسعد يلا يا ابني هلا بروح. وصل ابني بيقول لي يا امي لانه كان بسنة 93 عم يترجم مثل السنه حطي جرايك شوي بالشمس ضرب الشمس من شباك المحبس ضرب ايد فمي ما بين الشيء قبل ما اللي برداني ولا في لا لا في ماي على كلسيتي صوف يعني ولا بأي شيء. ابني ساعتها جامد انه من يمشي معنا امي بالماي شو بيعمل صار معي شيء ان شاء الله بكل بقت يا رب. من نحن قدسنا بونا مخير ونزلنا والعالم ببيتنا مثل ايش كان إلي 14 يوم مش الماي تنتقص من عناطل. تجي الال بي سي بتصور عندي بدها تعرف انه مين هو الراهب اللي كان مع مرشد ما كان وقتها بدهم يعجبوا لي الحردين. قلت لها بقدرش اقول لك ما عرفتش مين هو الراهب. ثاني ليله ببصر ابي سريتها بنومي هيك قدام بزار عنا بالجامع اللي عم صلي راهبي بتوقف حد مني بتعلي لي جبيني بتبوسني اللي بهنيكي بهاليمين طلعها طلعت قد سريت بدي خبرها شو صار معي. قالت لي عرفت ما شاف عمل العملية ومرمرون سقيك الماء. أنا عرفت قد سريت تانو مرمرون أي وقت خبرني يا رنو صارت تضج العالم يا ماري جبت له في بيتنا وطعفي ويد الشر ممدوني. من بعد 5 أيام بيهربوني لعند أمي إنه خلا ترتاح المرأة إنه عيشي لا ما لا شيء ولا أكل ولا شيء نقط المي على طول نقط المي يعني كبية المي بلتنوي فيها بعد بيحضر علي بالحلم هو مرمرون عند أنا وعند أبني بيحط إيده على كتفي الشمال بيهزني بيقول لي نهار نهار ما تتهربي ما تتكدري أنا جرحتك بقدرة الله تشعبي آمن ويرجع للإيمان. نحن بحاجة للصلاة بحاجة للإيمان بلبنان وبرات لبنان وبدي منك كل 22 الشهر تطلعي تعملي قد الشكر كل شيء وانتي طيب انتي عليمة للعالم انتي ربنا اختارك ونعم بين ايديك ما تتركيها وان شاء الله نعم تكون لك البعض. Thank you.
شربي ساعدنا شربي لحمينا حمينا